بيسانت اليوم معنا دكتور ميرنا زلائط، اختصاصية تخدير ومعالجة الآلام المزمنة. بنحكي عن العلاج التدخلي للآلام المزمنة. أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. كلمة آلام مزمنة يعني قصة، وبنعرف كتير أنه في كتير من الأوجاع أوقات ما بيلتقى لها سبب ومنتعود نعيش معها. مزبوط. مش مسموح بقى هالشيء؟ أكيد مش مسموح. إحنا الوجع مش مسموح، والوجع المزمن كمان قصة كتير كبيرة، لأنه هو الوجع اللي بيطول أكتر من 3 إلى 6 شهور، وهون لازم تعملي شيء، لأنه بيدخل فيه العامل النفسي كتير. هيدا الوجع بيعمل لك مثل ديبريشن، والديبريشن بتعمل لك وجع، بتدخلي مثل بدارك سيركل، بدك تقطعي من شي محل. من هيك نحنا منتدخل بشقين، بالألام المزمنة بدك تعالج الوجع، وبدك تعالج الإيموشنال بارت، لأنه دايما بالوجع في العامل النفسي كتير كبير. سو بدنا نشتغل على شقين. ما فيك تشتغلي تعالج الألم لحال وتوقفي الوجع البارت النفسية معه. وبس نحكي آلام مزمنة يعني مثل وجع الروماتيزم، التكلس، الكانسر، الديسك اللي أكتر شيء بنشتغله نحنا بالعلاج التدخلي هو الديسك، علاج السبورتس انجوري الرياضية، بس يعملوا مزق أو التهاب بالوتر، الفايبروميالجيا اللي هي الأكتر شيء متعلقة بالنفسية كمان بنشتغلها، المايجرين. هول بس نحكي عن الأوجاع المزمنة، عم نحكي عن هالبارت من الوجع اللي هي 3/4 العالم عندهم إياها بعد عمر معين. أكيد. بس إذا واضح السبب، ليه بده يكون في ألم مزمن؟ لأنه مش علاجه منه سهل، بس يصير مزمن يعني بدك تتعايشي معه. نحن بنقدر أيام نخففه أو نوقفه، بس وقت يكون تكلس ما فيك تلغي التكلس، يكون المرض مزمن، المرض مزمن، الألم مزمن، بنخففه بس ما فينا نوقفه. بس نحن بنشتغل على اللايف ستايل، بنشتغل على النفسية، وبنشتغل على الوجع بذات الوقت، سو كتير بخف الوجع أو بيروح. بس يعني عم تقولي لايف ستايل، يعني الشخص كمان هو بده يكون علاجه مزمن، بعالج حاله بطريقه مزمنه كمان. لا، عم نحكي يعني انتبه على حاله كل الوقت. عم نحكي بطريقه اكله، بطريقه الرياضه، بتخفيف الستريس. الناس اللي بنقول لهم اللي مش مبسوط بشغله يغير، اذا بيقدر يغير شغله يغير. يعني محل ما مش مبسوطه انت لازم تلاقي مخرج لتروحي فيه لمحل احسن. واكيد لازم تنتبهي على اكلك، على توقف الدخان، كلهم هول بيدخلوا بعوامل الألم كمان، وتخفف الأوبازيتي إذا حدا وزنه كتير بده يخففه، بده يمارس رياضة، وأكل قليل. يعني دايما بنقول لهم أكل قليل أحسن، تخفيف السكر. هلا فينا يعني هيك بالمجمل نقول أنه طبعا النصاحة مش مطلوبة، الرياضة ضرورية، الأكل الصحي كتير مهم، بس كمان كل شخص في عنده يعني متطلباته الخاصة أو قدراته الخاصة. كمان هيك يعني ممكن يكون في روسيت لكل شخص؟ أكيد روسيت. وبالوجع، بمعالجة الوجع لكل شخص له بلان معين. يعني في مثلا بيجي حدا لعندي موجوع بعطيه كورتيزون، إبرة فيها كورتيزون، أو حدا بيجي بعمل له بلازما، أو حدا وبقول له كيف لازم يكون اللايف ستايل تبعيته حسب وضعه، حسب وين وجعه، وحسب يعني كل شيء. بيدخل كل مريض وله علاجه الخاص فيه. تنحكي عن العلاجات يلي ممكن تكون عم تستعمل، حكيت عن الكورتيزون. الكورتيزون قد ايه يعني الناس كلمة كورتيزون بتخوفها اصلا وبتعتبر انه عنده سايد افكتس، خبرينا عنه. هلا نحن بس يجي لعندك مثلا حدا ديسك كثير موجوع وما عم بينام الليل وعم بمد على اجره، هون بدك تعطي كورتيزون ما في مجال. بس انت وقت تعطيه موضعي السايد افكتس، عندنا كميه معينه فينا نعطيها ما فينا نتخطيها، بس تعطيه موضعي السايد افكتس كثير اقل، مثل ما ياخذهم حبوب. سو اكيد بده ينتبهوا على السكر والملح على اسبوعين وخلص بيمشي الحال. بس هو الوحيد بيشيل الالتهاب عن بس يكون في التهاب ديسك، بيعمل التهاب على العصب وهيدا بسبب الوجع. ما في شيء بيشيل هالالتهاب بسرعه غير الكورتيزون.
يعني هون بيكون ضروري، وبالوقايه ما بيعمل سايد افكت. ما في، وفي كميه معينه قليله ما بنتخطيها ابدا. لاي انواع اوجاع ممكن يستعمل؟ لكل وجع وتر، لوجع الديسك كثير حيلا عصب في موجوع بشكل حاد، بنستعمل اول شيء انتنشن الكورتيزون، ما عدا رياضيه ما بحب استعمل لهم الكورتيزون، بستعمل لهم البلازما شيء لجدد لهم يعني المشكله، لانه بيبقوا صغار بالعمر، بس كل حدا عنده تكلس، عنده وجع ديسك، عنده وتر ملتهب، اول انتنشن بعطي كورتيزون. بس لما نحكي مثلا فيبروميالجيا، يعني هيدا الجسم كله عنده انفلاميشن بلكي، كيف بتتعاملي معه؟ الفيبروميالجيا وقتها تعملي فحوصات وما تلاقي شيء ولا مشكله عند حدا، وعم بيوجعوا كل جسمه اجمالا، هن النسوان بيبقوا عندهم اكثر، بيبقوا عندهم عامل نفسي كبير، يا عندهم تروما بصغرهم او هيك، حتى لفتره كنا نسميها برين ديزيز، يعني متعلقه كثير بالتفكير وبالستريس وبهيك. الفيبروميالجيا علاجها بيبقى عندهم عقد على ظهرهم، بنعمل لها شيء اسمه تريجر بوينت انجكشن، ما بنحط ابدا كورتيزون، بس بنحط شيء بيرخي العضل مع بنج موضعي مع فيتامينز. وهلا اللي كثير عم بيشتغل عليهم ان اي دي اي في، بنعطيهم كذا كورس بشلهم الانفلاميشن وكثير بيتحسنوا، وبنساعدهم سام تايمز ب انتي ديبريسنت صغير، لانه تنعلي لهم هالمود، بس نعلي السيروتونين عندهم بيعلى المود وبيتحسنوا كثير. فاذا اوقات في اوجاع بلكي ما تكون كل الوقت موجوده، بس بتبين مع هالضغط اللي بيكون موجود عند الانسان. اكيد ما بيصح اذا مضغوط، مثلا انا بيجي لعندي حدا عم بيوجعوا ظهره، اذا عندهم ستريس بعرفهم يعني من هن وفايتين بالبيت شكل وجههم بتحس ستريس عليهم، ما بيصحوا من هيك بنوصف لهم معه انتي ديبريسنت، بنشتغل او sometimes بنبعتهم عند بسيكولوج تتساعدهم تا نخفف هيدا الوجع. هلا كمان مش دائما بيعترف الانسان بالضغط، خاصه اللبناني يعني ما بيعترف بالضغط يلي موجود، لانه دائما يعني هيك بده يقاوم. مزبوط. صحيح كمان يعني اوقات بس نقول انتي ديبريسون، الاشخاص بيخافوا انه لا انا ماني مضايق، ماني قادر اعمل كنترول، بس هو الضغوطات ما بنحس فيها اوقات انه هالقد عم تعملنا اذى، ما بنحس فيها تتجمع علينا وايام نعمل بيرن اوت، لانه نحن شعب مضغوط كل الوقت، يعني في ناس بتحمل وفي ناس ما بتحمل، حتى الناس بتحمل بتبين عندها بعدين في مطرح بدها ترجع تبين، بس هلا في مثل شيء بعلي لك السيروتونين طبيعي فينا نوصفه، انا بوصفه دائما وكثير بيساعدهم، اسمه تريبتوفان، هو بيساعد بعلي السيروتونين وبعلي الميلاتونين بالليل بتنامي احسن، لانه انت كمان اذا ما بتنامي هيدا بزيد لك الستريس. سو على هول بنشتغل، بنشتغل بنبعتهم يعملوا يوغا، مديتيشن، اللي هي كل شيء معقول يخفف لنا الستريس، يتمشوا بالطبيعه، دائما بقول لهم انا محل ما بتقدروا تخفوا روحوا مع اصحاب بوزيتيف، خليكم مع ناس يحبوكم، محاطين بناس يحبوكم وبوزيتيف، ابعدوا عن الناس النيجاتيف، عن الاذى اللي معقول ياذيكم. فإذا هذا العلاج التجددي اللي عم نحكي عنه؟ لا، العلاج التجددي غير شيء، وقتها يكون عندنا تكلس او يكون عندنا التهاب بالوتر او حتى لمفصلات الديسك، العلاج التجددي هو كنايه عن بلازما او اكزوزومز اللي هلا كثير جديد مع خلايا جذعيه، او بي ار اف، يعني بنسحب دم من المريض وبنحطهم على مكنه بتبرمهم سنتريفيوجوز بنسميها، وبنفصل البلازما اللي هو غني بالفاكتورز اللي بيجددوا الخلايا اللي بيروحوا الاذى اللي موجود، هيدا العلاج التجددي. والان اي دي كمان هلا دخل بالعلاج بقوه، اللي بيشيل الانفلاميشن، بخفف ستريس وبيحسن النوم. يعني علاج من جسم الانسان، علاج من جسم الانسان، وفي اشياء من برا، الاكزوزوم ماخوذ بيجي في منه من الانسان، وفي منه من البلانت، يعني بي ار اف وبي ار بي من الجسم، في شيء اسمه برولوثيرابي من السكر، يعني بنجيب سيروم فيه سكر وبنحقن محل ما موجوع، ودائما بنحقن، بدي اذكر، على الاشعه او على الالترا ساوند، يعني ما بنحقن على العميان، بنكون عم نشوف قدامنا وين عم نحط الادويه او العلاج التجددي. كيف بيصير التشخيص لحتى ينعرف هيدا الشخص شو مشكلته، لانه اللي جاي موجوع
اوقات ما بيعرف فعلا شو المشكله بالتحديد، ويمكن وجع معين اساسه مكان ثاني، يعني ما يكون موضع الوجع هو الاساس. اجمالا نحن كاطباء وجع بلبنان نحن عندنا منه كبير، بس هلا المريض صار عنده وعي يتوجه لطبيب الوجع دغري. اذا موجوع ظهره وعم بمد على اجره نعمل ام ار اي، بيكون عامل صور وجاي، يعني بيكون نحن مثل ما بيقولوا النفس الاخير قبل ما يروحوا على يعملوا عمليه، او بيكونوا برمين على كذا طبيب وبيرجعوا بيتوجهوا لنا نحن. سو بيكون عاملين صورهم، عنده كتفه بيكون عامل ام ار اي للمايجرين، معروفه مايجرين نص وجع، بكون عاملين كمان كل الفحوصات وجايين وما عم بيصحوا. دونك الوجع بدل يعني صاحبه، دائما بيعطي انذار لصاحبه وين هو. وبنعمل فحوصات دم ويم صور، بنضطر اذا في شيء ناقص تنكمل هيدا الاشياء تنعرف وين سبب الوجع ونعالجه. يعني لازم يكون في تضافر جهود اذا فينا نقول لحتى تقدروا توصلوا للمطلوب. ممكن يكون في مثلا عم تقول مريض كانسر لنقول، بيكون في اتصال بين الطبيبين؟ اكيد الطبيب اللي بحكمه كانسر بيبعته تنحنا نحطه. اجمالا مريض الكانسر كثير سبيشال، بدهم تريتمنت، بدك تحسسيهم انه انت حاسه بوجعهم، يعني بيبقوا هيك فراجايل، وبيبقوا الوجع كمان بيربطهم بالحياه، يعني بدهم يروقوا وجعهم وما بدهم يروقوا لانه عارفين هن شو نهايتهم. وقت ينوجع بالكانسر بيبقى وصل لستيج اخير، سو بيبقى عم بيعاني وبيقول لك انا موجوع دونك انا بعدني طيب. من هيك نحن بدهم يروقوا الوجع وما بدهم يروقوا بذات الوقت، بنوصف لهم مورفين باغلب الاحيان على بكره وعشيه، وبنعطيهم بالنهار وقت يعوزوا، ايام تحت لسان وايام باتشات، هو فيري سبيشال. وبنحكي دائما مع الطبيب المعالج اكيد. وبغير انواع، يعني نحن حكينا يمكن اصعب مرحله، بس بغير انواع صعوبات، عم تحكي عن الديسك مثلا، قد ايه لازم يكون في طبيب كمان عظم او طبيب معالج ثاني او مع الالام المزمنه، ولا بنتوجه دغري عند طبيب الالم؟ في مرضى بيتوجهوا لعندي دغري، وفي مرضى بيجوا بيبقى بعت لي اياهم الطبيب لانه من زمان كانوا ديسك موجوعين يروحوا دغري على العمليه. هلا حتى الاطباء يعني الجداد ما بقى يبعتوا على العمليه، بيبعتوا لنا اياهم طبيب العظم او جراح الدماغ يعني والسنسلي، بيبعتوا لنا اياهم تنعمل لهم ابر تنحسنهم، وبنتفادى العمليه 95% قليل تنبعت بقى عمليه. الوجع منه انديكيشن تتروحي على عمليه بالديسك، شلل لانه ما كان في حلول ثانيه، ما كانوا. طب بتعرفي الطب هو دراسات ومع الوقت بيتغير، يعني مع دائما الطب بيتجدد كثير، وهلا ما بقى نبعت عمليه ابدا. دكتور ميرنا زلايت اهلا وسهلا فيك، اختصاصيه بتخدير ومعالجه الالام المزمنه، شكرا لك وللمعلومات. ميرسي كثير. واقفه هلا ومرجع متابعه لايف.